الحمد لله مفيش حد. هعيس براحتي بقى، هعيس ايه؟ ما كده كده البرنامج هيتعرض عادي، انا فنان مش سفاح. ها ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، الكلمة جت هتزيح وعك في العكس تسوق. ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، الكلمة جت هتزيح وعك في العكس تسوق. لا والله تعليقات كتير. بعرف الناس اللي بتحبني في الاب الروحي من دخولهم عليا، ان هو الله احنا بنحبك جدا، انت كيوت قوي، احنا بنحب الشخصيه، فبعرف ان ده الاب الروحي صالح العطار. عشان في حاجات كتير ماتت، واللي بيموت ما بيرجعش. فايوب بقى ايه حبيبنا، منور الدنيا نجم وبتاع، فبهرش ان ده من ايوب. وانت يا عم الحاج، احنا يا ابني مش اديناك سكه، قلنا لك كل شيء اسمه ونصيب، والبنت مش عايزاك، بتنكش ليه يا عم المنكش؟ استاذ محمود عبد العزيز اكتر، يعني اكتر حد انا بحبه، يعني ممكن بقى عشان هو اسكندراني وانا اسكندراني، بس يعني بعشقه فعلا. عليا النعمه البنت دي مالها قعد هنا. بيمثل لي ان انا حاسس بيه لحد دلوقتي. في الاول قالت لي هضربك براحتك، قلت لها اضربي براحتك، وبعدين ندمت ان انا قلت لها اضربي براحتك. بحب اسمع عمرو دياب، بحب انغام، بحب اسمع محمد فوزي، بس عموما يعني بحب اسمع مزيكا من غير اغاني. يعني اكيد مش هتجوز عن طريق حد بيكتب لي انا نفسي اتجوزك او انا بحبك جدا في تعليق، يعني انا افردي البروفايل بتاعها فيك. بحبك جدا وانت مش قادر تعرف انا بحبك قد ايه. طب انتي ايش عرفك بشخصيتي؟ طب انا ممكن اطلع انسان مش كويس عادي. مش هتمشوا بالمايك ده، انا بحب البرنامج، والمفروض اي حد بيحب برنامج قربوت تدوله مايك زي ده او 2 كيلو بسبوسه. انا بشجع المتصدر، يعني بشجع اول الدوري اكيد، بشجع الزمالك. انا برج الحمل. برضه نرجع للموضوع الاساسي، يعني الابراج مش هتخلينا نبعد عن ان الزمالك السنه دي ان شاء الله متصدر وهيحصل على بطوله الدوري. صور حاليا مسلسل بحر، اخراج استاذ احمد صالح، بطوله ماجد المصري ومجموعه كبيره من الفنانين عشان ما ننساش حد، يعني انتاج سينرجي. ده الخاتم اللي كان لابسه استاذ محمود حميده بتاع الاب الروحي، بعد كده الفنان احمد فلوكس، وبعد كده العبد لله بقى. خدت الخاتم، يعني بددت عليهم مش هرجعه.